يلا يا منى، وينك لهلا؟ قال شو، انا امه لازم كون معكم، مشان الله خدوني. اذا ما اجت انا شو بدي ساوي رشا؟ ها اخذنا اللي بدنا اياه من عديم الشرف. ليكي لا تضلي اخذي هذا الدور، احسن ما اسفك بقفا ايدي. ها مرحبا، انا بدي اقدم بلاغ. في شخصين بدهم يهجموا بالاسلحه على اوتيل بطريق باي، رح اعطيكم العنوان. بقول لك شي، قوصته كأني عم قوص على راسه للسنيور، وهالمرة عن جد فات. بس مزيف هذا الرصاص منى، حتى لو بس ارتحت. ولك دخيله اللي عم ينقط عسل. نحن مع بعض، ونحن وكل كاميرات الفندق هلأ وقفوا. الكاميرات اللي حطيناهن نحن لسه عم يسجلوا، فينا نروح. يا أبي صدقني أنا ما عندي أخ وأنا وحيدة. كيف هيك يا ريما؟ يعني إذا ما كذبوا علي بهالموضوع فأمي وأبي ما عندهم ابن غيري بنوب، وأساساً بالملفات ما فيها المعلومة، يعني يمكن اتهموك بهالجريمة وأنت ما قتلت حدا. ريما يمكن أنت كان عندك أخ وانقتل، مشان ما تزعلي ما خبروك بالقصة. صار لي فترة عم أسأل عن هالموضوع، كيف ممكن يخبوا هيك شغلة؟ ريما ليكي ما بعرف شو صار، بس أنا متأكد أني قتلت ابن المرأة اللي بتقولي عنها أمي. رح نعرف يا بابا، هلأ بدنا نروح ونعرف كل شي. المشاكل بلشت من وقت صارت تدور على الملف. لكن شو كنت مفكر؟ آه؟ فهمنا أنك درستها وعملتها محامية، برأيك ما رح يجي يوم وتسأل أمي وأبي شو صار فيهم؟ جاوبني يا زاهد. ما لي ذنب بهالشي بنوب، يلي صار أختك كانت السبب فيه. شو ما كان يا زاهد، ريما هي حياتي، ما فيني أعيش بدونها، ما بدي اخسرها بنوب. اوه رح تخسريها، بس تعرف يلي صار من زمان ما رح تطلع بوشك. بوشي انا؟ طيب انت شو رح تقلها؟ اه لما رح تسألك شو صار لابي، ليش هاد زاهد يساري دخل ابي على السجن، قلي شو بدك تقلها؟ المرة رح قلها كل شي بشكل واضح، رح قلها هداك الزلمي ما كان ابوكي. ايه رح اقول انه هداك الزلمي ما كان ابوكي. كيف ما كان ابي؟ ريما شو اللي عم تخبصوا انتو اتنين؟ انتو لعبتوا بحياتي وكل الوقت ساكتين وعم تتفرجوا؟ لكن مين هذا اللي لي سنين بروح بزوره بالسجن؟ ليكي رح اشرح لك. ليش عم اسمعك؟ مين بيكون ابي؟ ليكي ريما احكي خلصني يلا. ريما. بكفي، ما عاد فيني اتحمل كل هذا الكذب، هلا بدي اعرف الحقيقه وانتو اتنين بدكم تقولوها. مين بيكون ابي الحقيقي؟ احكي احكي بسرعة. زاهد يسار يلا جاوبني. كيف يعني مانو ابي؟ وانتو شو عم تخبصوا؟ انتو صار لكم سنين عم تضحكوا علي، هلا كيف بدكم يعني صدقكم؟ يلا احكوا ما خبصوني. ريما اهدي شوي، ما بدي اهدي شوي. انت هلا بدك تقلي الحقيقة وبتفصيل، كيف يعني مانو ابي؟ ريما انت من وين طلعت؟ من وين طلعت؟ مو اليوم زاهد يساري، اليوم مستحيل خليك تموت. ألو بدي سيارة إسعاف على هالعنوان. لسه ما خلص همي لحتى أقدر وقف جنب البنت، ما قدرت وقف مع ريما، ما قدرت أدعمها. اهدى يا غالي، كل شي في إله وقته، فما في داعي تضغط حالك هيك، أمورنا لسه ما خلصناها. بس احكي لنا الآن سريمة شو صاير معها اليوم؟ ما فهمت شي. لك يا ابني هل أبوها مانو أبوها، وعيلة يساري إلهم إيد. طيب شو صار بشغلة أخوها يا مراد؟ معناها بابا زاهر بهيك حالة، مين الولد يلي قتله؟ ما بدنا نحط الذنب بظهر بابا، فهموا بقى مين مات ومين القاتل، صدقوني أنا ما بعرف، بس هي الحقيقة.
نحن ما ضل عنا وقت، نحن لازم نركز على نازلي هلأ. ريما انت منيحة؟ عدي هون، تعي. انت منيحة؟ قدرتي تعرفي شي بخصوص ابوكي؟ مراد خلينا نأجل هالموضوع، مو حابة احكي فيه بنوب. ليالي ما بيعرف زاهد يساري بالعناية المشددة. ما في شي بيقلق، يعني هو منيح بس خلوه تحت المراقبة. الله يشفيه. الحمد لله على السلامة. شكرا كتير. لا تخافوا مثل القطة بسبع رواح. ريما هلا يلي مفكرتي ابوكي طلع مانو ابوكي مزبوط؟ ايه صح هيك. شو عجبتك القصة؟ ايه. ريما اهدي. طيب وخالتك ما قالت لك اي شي؟ لا ما عم تحكي شي بالمرة، بس شاطرة تنهار وتبكي وانا ما عم اقدر ركز لاني مو مستوعبة، لهيك منحكي بعدين. يعني ريما معها حق، هدول الشغلات ما بينحكوا هيك على الواقف، بدها شوية وقت لتستوعب الشي اللي صار معها. مزبوط. بس نحنا ما عنا هالوقت ريما، تعرفي أولادنا مخطوفين. أول مرة بيكون حكيك مزبوط. خلونا نرجع للخطة وبعدين بشوف شو بدي ساوي. هذا هو. شوفوا هاي الخطة اللي راح تخلصنا بشكل نهائي. أصدقائي المساجين الأحباء، الخطة اللي عم يقول عنا مرتبطة بقدرنا كلنا. عمليتنا الجديدة اسمها بوم بوم. بوم بوم. السلام عليكم سيدي. زهد يساري فجأة انجلط واخذوا اسعاف على المشفى. يا ربي انت ادرى بحالنا، ساعدنا يا رب. الله يخلصنا منه على اهون سبب. هو شخص كتير سيء بس هو ممكن يساعدنا كتير، كان ممكن يرجعنا على الشغل مرة تانية مشان ما ينفضح ابنه. سيدي ليش عم نتعب حالنا كل هالقد؟ يعني انا ما بعرف شو في بايدك بالضبط، بس خلينا ناخذ هالمعلومات ونعطيها لشي صحفي وبننشرها بوسائل الاعلام وخلصنا. خلي كل عيلة يساري يتبهدلوا وبنخلص منهم. انا ما بعرف نحن ليش عم نتعب حالنا كل هالقد. على فكره انت انسان كتير غبي، هيك نروح نعطيهم المعلومات ببلاش ونمشي؟ مين بيعطف علينا؟ هدول العالم كتير اقوياء وممكن يلاقوا مخرج. نحن لازم نروح لعند حدا معادي عيلة يساري وبيكرههم، بهاي الحاله بنستفيد. بس مين؟ بالحقيقة في حدا بعقلي، مراد بولوت. ما تواخذني يا مديري بس أعصابي تعبان. مين إلو حساب عند عيلة يساري؟ مين؟ اسكتوا لك. قريبا الوجه الوسخ لإحسان دالغان رح ينفجر مثل القنبلة. شو هالحكي؟ شي غريب مو هيك؟ تحسين لا تكون بتعرف هالعالم. معقول تشك فيني وتتهمني بهذا الكلام يا بيك؟ لازم تعرف انه كل فترة في حدا بيطلع بيحكي عنك بهالطريقة يا بيك. في تفاصيل دقيقة وعم يصرح عن اسم سامي ويقول كل شي وحتى كمان بالحرف الواحد. تحسين بكرة عندي مؤتمر وبدي انهي فيه شغلة مراد وباسم، وإذا بيطلع شي لوقتها فبدي تتأكد اني رح انهيك وما اسأل عليك. ما رح يطلع يا بيك. تمام. ما رح يطلع لأنه الشغلات يلي عملتها باسم إحسان دالغان أصغر تفصيل فيه تحت الحراسة، مستحيل يوصلوا لك. طيب شو في أخبار عن الفندق؟ شغلي عملوها شخصين والشرطة عم تتبعهم، في سياحة كتير بيجوا على الفندق، ما بظن في إلنا أي أثر هنيك. ها ما في علاقة أبداً بوجودنا بالفندق؟ ما بشوف احتمال حتى. هلأ بدي قائمة الصحفيين اللي رح ينضموا على المؤتمر الصحفي بكرة. تمام؟ تمام. الله معك. بالإذن. الملقبة بوم بوم اسمها سلمى كارا. هي مرة خطيرة وقوية بتنظيم مسابقات قتال بأماكن سرية. وبتجهز قنابل للمنظمات الإرهابية ورجال المافيات. مستحيل توصلها أو تاخذ معلومات عنها. في
في حارس بيشتغل على الباب كان سجين قديم وبيعرفه لماجد. بيروح وبيحكي معه وبيقول له انه في شخص غريب ومهووس كتير بالقتال. يا غالي لك والله هدول الناس بياكلوا لحم بشر، اذا فتت لجوا بياكلوك ني. مجبور اني اقتل. بوم بوم عندها عادات غريبه ومجنونه، مثلا يلي بيفوز بهي المباراه بيروح معها على الغرفه وبياكلوا هن الاثنين مع بعضهم. حلو، يعني هاي فرصة مشان نقرب منها. مزبوط هالحكي، بس لازم ما نخسر. ما رح نخسر باشا، بهالليلة لازم الكل يكونوا جوا، وباسل رح يفوت على الغرفة اللي رح فوت فيها كمقاتل. أكيد في عندك خطة كيف بدنا نروح مو على أبو عماها. هالقصة عند البنات. بوم بوم قبل يوم القتال بتروح عند كوافيرة قريبة، كتير بتحب حالها وبتدوب بالمدح والحكي الحلو. ريما، منى ورشا رح يكونوا معها هنيك، وحيلعبوا على نقطة ضعفة ويأمنونا مفتاح الدخول لجوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنت متأكد أنك رح تربح؟ متأكد. هلأ أنت عن جد مقاتل؟ لو ماني هيك ليش لحتى أجي؟ يعني شكلك حلو زيادة بالنسبة لأي مقاتل. معناتها أنت ما بتعرفي شي. حرام شو حيصير بهالوش. رح أتقاتل أقوى واحد هون، وقتها خليني شوف إذا عن جد أنا ما بعرف شي. تعرف بتمنى أنك أنت اللي تفوز، وقتها حيكون في شي كتير حلو بقلك عنه. عزمتك على العشاء بغرفة خاصة. لا تراجع ولا استسلام، حكي مفهوم؟ يا غالي هلا هذا هو يلي بدك تواجهه، والله العظيم شكله بخوف كتير. هذا اذا بيقرب مني والله لحتى اهرب. انا يلي رح خلي لك يا يهرب، لا تخاف حجي. انا بحييك على الثقه الموجوده عندك، بس يا حبيبي مثل ما بتعرف في بالحياه شيء اسمه واقع كمان. يا غالي بوكس واحد من هذا التيس بيطير ثمانيه مثل هي اللي اسمها رشروش. شو ما كان يكون في بنتي بالنص ولازم فوز. معناتها يا غالي كل شيء بقدر اعمل لك اياه هلا اني ادعي لك تطلع عايش. بدي اياك تضربه بكل قوتك وتنهي لهذا الدور. لا تراجع ولا استسلام، حكي مفهوم؟ اسمعوني يا شباب سيداتي وسادتي، لعبة الليلة حتكون لعبة كتير مهمة. بطلها من 3 سنين ما خسر ولا أي لعبة، وكلكن بتعرفوا مين هو. رحبوا معي بعمار. وب...
بالطرف الثاني أول مرة بده يقاتل رحبوا معي بي ما بعرف اسمه حبيبي شو اسمه؟ المحكوم عفوا شو قلت؟ المحكوم رحبوا معي بالمحكوم يا غالي لا ترحمه اضربه يا غالي شوف يلا يا غالي اضربه يلا اضربه اضربه كمان كمان حلو يا غالي كمان شو رهان اليوم؟ 3 مقابل 50 حاجتك بقى ايه عمار 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 انت اول واحد عم يراهن عليه شو مجنون؟ جهز لي 50 راجع لعندك عمار 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 اضربه يلا ايه يا غالي ايه اضربه هيك مراد قتل هيك من قبل؟ والله ما بعرف يعني يمكن يلا يا غالي يلا يا غالي يمكن رشا واضح انه هذا ما رح يربح انا بدي اروح اشوف شغلي حياتي ما لازم نطلع قبل ما نلاقي شيء انتبه خليكي معي بعد عنه يلا يا غالي تحمل شوي تحمل يلا تحمل يا رب دخيلك استجب لي يا رب دخيلك استجب لي دعائي انت كريم وبتوقف جنبنا يا رب دخيلك ساعدنا يا رب انت ساعدتنا وقت هربنا وهلأ بترجاك تساعد اخي مراد ما بدي اي شي تاني يا ربي يا رب ساعد اخي مراد انت كريم ونحن منستاهل امين ان شاء الله يستجب لي يا ربي دخيلك ليش هيك نملوا ايدي ورجلي السلام عليكم أهلين أخي سمير كيفك طمني عنك أنت منيح يه شو هاد يلي عم شوفه والمدير كمان أنا منيح أنت طمني عنك الحمد لله أنا منيح ما فيكم تدخلوا ممنوع وتحديدا المدير ما بفوت أنا لازم خبر الباشا ألو ألو باشا إجا رائد هو والمدير كيف هيك؟ هدول شو بده يكون لهم شغل هون يا ترى؟ والله أنا شفتهم بعيوني فاتوا لجوا والله فاتوا طيب خلص سكر أنا بحلها شو بدي أعمل هلا؟ ما فيكم تفوتوا لجوا اللي فيه طبع مستحيل يغيره أبدا لو بتركك 20 سنة هذا طبعك ما بتغيره أبدا أعطيني إيدك هات لشوف هي أصليها انتبه عليها طيب يلا فوتوا تفضل سيدي شوف النفسية كأنه ساعته والله هالساعة كتير غالي زعلان كتير رائد اللي بيشوفك زعلان ما بيقول أخذتها بالمصاري اللي سرقته من السجن انت تذكرته لسمير اللي واقف على الباب هادي اللي خليته يبزق الحليب اللي رضعانه من أمه من أنفه لهيك هو ما دخلك فأنا اضطريت أنه أعطيه الساعة الغالية اللي بإيدي على القليلة بعد ما تستفيد من المعلومات اللي مخبية عندك اشتري لي غيرها لهالساعة لك حسابات صغيرة تمام شو هالمكان هاد؟ هاد المكان بيتقاتلوا فيه الشباب يعني فيه ضرب وقتل وهيك شغلات أنا بحبها رشا خدي ريما ودوروا باقي الغرف أنا ما لقيت شي مفهوم ها يمكن هي خلينا نفوت
مقفول. بعدي. ورجينا مواهبك، تفضلي. يلا. تمام. أمي في حدا جاي. مشي لها. يلا فوتي بسرعة. أي يلا. عندك الموضوع. أوكي. انتبهي. بوم بوم عنده عادات غريبة ومجنونة. مثلاً يلي بيفوز بهاي المباراة بيروح معها على الغرفة وبياكلوا هن الاثنين مع بعضهم. مين في هون؟ مين في هون يا ترى؟ بعدين ليش باب الغرفة مو مقفول؟ علقت. انتو شو لكم شغل هون؟ لسه ما اجيتوا خربتوا الجو، شو في؟ لحظة، أنت اللي شو إلك شغل بهالمكان يا باسم بيك؟ شو دخلك؟ اسمعني منيح، بدك تغير هالأسلوب معي وإلا بعمل فيك شغلات بالمعلومات اللي بإيدي بخلص عليك فيها. وهاي الشغلات ما عملتها لأني طلبت منك خدمة وناطر الرد. يا حلو رايد، اتصل لي بالشرطة. اجى الوقت لأخلص منك ومن السيد المدعي يا باسم بيك. بيعجبك هيك؟ تمام 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 منير، تمام، ما تواخذني، الحق علي، أنا آسف، رح أعمل يلي بدك إياه. بس كتير تأخرت يا بيك، ما هيك؟ هلا اجى الوقت لتترجاني منير. بعتذر منك. شوف، لا تتصل بالشرطة، نحن منحلها، بس هون كتير ضجة. تعال خلينا نحكي جوا إذا ممكن. تعال، ما تتصل. أنت بس اسمعني، يلي شال مشاعره على جنب، نحن منحل كل شي مع بعض، نحكي برواق، ماشي يا منير؟ لأنه أنا بتهمني مصلحتك وبهمني كمان تكون مبسوط. هذا هو. هالمرة لوين؟ سيارة أو بناية؟ إنسان بهيئة قنبلة. شو؟ ما قلت لي أنتو شو لكم شغل هون؟ يا حلو، آه؟ شوف مين عم يسأل. أنا يلي هربت من السجن ولا؟ أنتو شو لكم شغل هون؟ فهمني، آه؟ أوه، طلع ماجد أبو دم حامي هون؟ يا بني آدم، أنت ما عندك خجل ودم أبداً؟
انت ساعدته للي قتل اختك يهرب من السجن وجاي تتسلى مع هدول؟ شو انت ما بتحس؟ اسمعوا لا ما تجيب سيرة اختي على لسانك بدفنك بارضك. تفني لشوف يلا تفني. ولسه عم يهددني شي حلو؟ تحرقوا حياة العالم وبتكملوا حياتكم عادي وكأنه ما في شي؟ اذا احترقت حياتي انتو كمان رح تحترق حياتكم، واذا اجت نهايتي رح تجي نهايتكم كلياتكم. استنى شوي. واقف ولاد هاتو بعد هيك. كبر راس ولا انت على الاغلب مفكرنا لساتنا بالسجن ما؟ اشرح لنا لشوف كيف رح تجي نهايتنا. تحرك بعده هيك. تحركني حرك شي صوت رسولة يمينك عني. وين الكل؟ ما بعرف وانا ضيعته لباسل وما عم لاقي ابنه. والغالي رح لهنيك وما رضوا يدخلوني. كل شي عم بيصير معنا اسمه مسخرة واكتر من مسخرة. شو هاد؟ هذا شو له شغل بهالمكان؟ ايوه كل شي كنت متوقعه الا اني شوف هذا التافه هون. يمكن السنيور حاسس على شي لهيك بعته. يلا مانو نحن لازم نمشي بسرعة. مانو؟ ايه لك حجي شبانه ما في غيرك بيقول لي هذا الاسم. لك حجي لا عاد تنادي لي هيك. انا اسمي منى. لك يلا امشي وخلصيني مو وقت هذا العلاك تبعك. يلا تعرف شو معنات اسمك منير يونس؟ يونس يعني ونس وانت ابدا ما انك هيك يا ولد. في حدا عاقل بيسمي هيك اسم؟ شوف اسم باسم ما احلى بياخد العقل من الابتسامه. ما بيهمني ابدا شو عم تحكي. يونس نص الشغلات اللي بدي اعملها فيك مو موجوده بمخي هالفتره. مضغوط شوي لا تواخذني حباب. بس ما تقلق طبعا رح يكون في لك حساب خاص. قديش بشع انه الانسان يحكي بدون ما يفكر. طبعا كل واحد منا بيحب يختار اخر كلام بده يحكيه. بدي ادفنك انت وعايش منير. تعرف هاي المعلومه؟ انت شخص خلقت كرمال تكون منير بس انا رح اطفيك. باي باي. ايه سنيور اجيت لحتى اشوف مدير السجن اللي اسمه يونس يا بيك. هو قال لي انه بده يعطيني معلومات مهمة بخصوص عائلة يساري. ايه اكيد بخبرك. وينك يا يونس؟ فوت لا تستحي. قرب لعندي لقلك. تع 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 قرب. انت منيح؟ منيح. انت شو وجعوك كتير؟ قتلت بشكل كتير. حسيتك انك كنت عم تقاتل كرمالي مزبوط؟ مزبوط. تا
بتعرفي شو بدي أعمل فيكي؟ شو بدك تعمل؟ مفاجأة. لا 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 لا. لا انت بتحب اللعب يا حلو؟ شو بدنا نلعب؟ لعبة السجين. رح نلعب لعبة السجين. تمام. أنا هلأ سجينتك. استنيني راجع لك. اليوم رح يكون يوم مهم. تصريحاتي رح تهز البلد. هدول اتنين رح يتخوا بالحبوس تحسين. باسم اتصل قبل شوي يا بيك. فيديو الاعتراف صار جاهز. ليش كان عنده خيار تاني؟ اليوم رح يكون يوم حلو كتير. اتصل بالمحامين. في شغلات بدي اسألهم عنها قبل الاجتماع. بأمرك. تفضل. شو هالحكي؟ السنيور صار برا. بلكي مو صح. حبيبتي اليوم رح نكون مع جد، ما تاكلي هم. مراد انتبه، لا نزلي ولا نحن منقدر بلاك. نزلي بعد هلا رح تكون معنا، ما تقلقي ان شاء الله. رشا يلا بلشي. تعالوا تفرجوا. لو أنا يلي مت بهالانفجار كانوا اهتموا يا ترى؟ كل شي عنك بيهتموا فيه سنيور. شوفوا هذا هو. عن جد مو معقول يا بيك. مين هدول؟ إذا باسم ومراد بدهم يعترفوا ليش لحتى يتصرفوا هيك؟ خبرهم خلي المؤتمر الصحفي يبلش بأسرع وقت. إذا جاهزين فينا نبلش بالمؤتمر. دقيقتين وبيكون جاهز يا بيك، ارتاح إذا بتريد. دقيقتين وبيكونوا جاهزين يا بيك. يا بيك هذا فيديو اعتراف المدعي مراد بولوت. شوفي بالفيديو. أنا مراد بولوت، هذا فيديو اعتراف. بدي أقدم لكم اعتراف بخصوص الهجوم بالقنبلة اللي صار قبل كام يوم. أنا ما دخلني باللي صار. خطفوا بنتي مشان يخلوني اعترف إنه أنا اللي عملت الهجوم وهددوني. غير هيك الشخص اللي قتل سعد الله أنزارلي وعيلته ورئيس هالشبكة الوسخة واللي خطف بنتي وهددني فيها هو رجل الأعمال إحسان دالغان. إحسان دالغان مين بيكون؟ ببساطة هو رئيس مجلس النسور ولقبه السنيور، وهو نظم الهجوم بالقنبلة مشان يصفي كل أعضاء المجلس اللي كانوا عم بينافسوا. نزل الفيديو؟ لا يا بيك، نزلوا على الموقع بس نحن اللي بنقدر نشوفه. بدهم يلعبوا لكان. خلينا نشوف مين بده يفوز بالأخير. يلا بقى امتى بدنا نبلش؟ Thank you.
حصلي؟ جد؟ اسمعني لقلك، لازم ناخذ الاولاد ونطلع من هون بسرعة. خبروني بعدو الفيديو. تمام. رشا بعتي الفيديو بيبي، لقينا الاولاد. يلا 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 يلا، خلي يعرف مع مين عم يلعب، خلي احسان بيك يعرف شو يعني انه يخرب حياة الناس. ايه شو صار؟ راح النت. كيف يعني؟ مزبوط؟ هي شو عم بيصير؟ شو هاي نكتة؟ لا شو بدنا نعمل؟ لك ليش ما في نت؟ راح النت من على الصوت. يا جماعة رجاء حدا عنده نت ولا إشارة؟ ليش راح النت فجأة؟ أنا موبايل غريب اللي عم يلعب. أنت عندك شيء مثل مساء الخير للجميع. بيبي صار شي مفاجئ. شو هو؟ النت شكله راح من كل البلد. كيف يعني؟ ما قدرت أعرف. مراد شوف في نت معك؟ ما في. وأنا؟ طبعا ما بتخلص غير هيك. هن كملوا بالتهديدات تبعهم، وهي الهجمات ما رح تكون الأخيرة. أنا جاهز لأي شي بيصير، ورح ساعد مثل ما عملت بكل حياتي، واللي بيعرفني بيعرف أني كنت شريف كل حياتي. ما في. باسل أنتوا عديمين الشرف، عم حاكيكن إلكن، ماني خايف منكن، وأنا بمكاني عم بستناكن. الأمهات والآباء اللي قاعدين ورا الشاشة اسمعوني منيح، ولادكن عم يدفعوا ثمن الأخطاء اللي عملتوها. ما بيصير. بابا جاد ناصلي جاد. حدا منكم يفتح الباب؟ ناصر افتحيه. جد بابا خليك معي. ناصر تعال افتح الباب جد.